بعض الشباب في تونس يحب على بنيه تعرف كانت ثلاثة كلمات حاضر نعم ومن عينيه وتكون لاباس عليها بالكدا ووحيدة بوها زعما يلقاها الطفلة هذه. بو احنا قبل ما نقدموا الشروط هذم الكل هو شنو الساعة في المقابل؟ أنا نصور جلوبالمون شباب توا الساعة يفقد برشا حاجات في حياته. مانيش في حاجة باش نلوجوا على البنت الكاملة الجاملة من هذا الكل، احنا نلوجوا باش نزرعوا في شبابنا حاجات مهمة الساعة. احنا شبابنا اللي يوصل ما يقدرش في الشارع، ما يقدرش في المترو، ما يقدرش في أي سباس. احنا مانيش باش نحكيو على المثاليات هذايا، احنا هيت نرجعوا للأرض الواقع ونصلحوا شبابنا بالحق. وهنا بالله ميساج تنجم تخصهاش هذايا من أم صغار لأي أم تونسية. راه ما فماش حل سحري باش نحمو ولادنا. إذا لم خرجت للشارع وخدمت هاي نتيجتنا ولادنا شنو صاير فيهم قبل ما يحكيو على الزواج. لم عندها حل. مانيش باش نحرموا ليترات ولا الناس اللي قرات عرويحة وصلت باش نقول لهم اليوم إجيو قصوا خدمكم وشد ديارنا. نصف نهار للعائلات وتتفكروني الكلام هذا. هو الدواء الوحيد للعائلة للشباب اللي ضايع. رجوع لهم للدار نصف نهار علاش لا؟ تخدم على روحها تعطي للدولة حقها. وتبقى في الدار وتاخذ حقها كامل وهي باش تعطيك الجيل. هاك تشوف احنا شنو اللي صاير في وضعنا تو شنو حسب رايك انت احنا كمواطنين عاديين هل عندك حل مثالي؟ ما عندنا حتى حل. هل اللي ماشيين نلوجوا احنا على بنت وحيده ابوها ولبس عليها وتقول ايه في كل شيء احنا مانيش في حاجه لهذا. انا نحكي كأننا نحكوا على مسرحيه هنا، احنا حشنا بالواقع، حشنا دويل شبابنا. لميت ترجع لديارها. لميت هي اللي باش تسكر السجون. لميت هي اللي باش نصف نهار كي تروح باش تفرغ لك المؤسسات الكل نتاع البلاد. انا حشتي بهذا يوصل للدوله، يوصل لاي ام تعبت ووصلت تقول اليوم انا باش نبطل خدمتي ونشد دارنا. قبل ما نحكيو على الشباب، انا الشباب هذا ما نجمش نخاطبه بهم بس سامحني على خاطر هو فاقد حاجات، هو ذنبه مش ذنبه هو. ذنب والديه اللي ما عطاوه الشيء. ذنب والديه اللي ملح عينيه عند الناس. من هو بيبي من الكريش وانت ماشي وانت ماشي حتى ايش يوصل اللي ساش ما عادش تو باش نسمعوا فيش باش نسمعوا انا شباب تو. انا شباب تو في حاجتين يعني في حاجتين ملحين شباب تو. حاجته بامه ترجع له للدار، خلي يرجع مفهوم لهم للدار. وحاجته بالقران ماده اساسيه وتفكرني. تو تشوف احنا الشباب ما عادش يسالوا السؤال هذا. السؤال هذا يولي ما عادش يطرح في تونس. نولوا نسالوا حاجات اخرين. احنا تو عندنا شاب وشابه جسد بدون حد شيء، احنا باش نحاولوا توا نرجعوا له قيمته، ومن بعد كان يحب يطرح السؤال هذا، توا نشوفوا له سنديريلا وقت، توا لا. السؤال هذا من حب والله والله ما تمنيتوش تطرحوا، اللهم عندكم يعني دوافع اخرى خليتكم تدفعوا. هذا عجز الشباب، عجز الشباب اللي يخليه يلقي عليك سؤال كيف هكا، صحيح انت جبتوا من الشباب، جبتوا من الواقع. لكن الواقع اللي يطلق عليك سؤال كيف هكا فارغ، واقع فارغ. ما هو ما ينجمش يتزوج. حتى مؤهلاته نتاع عقله ومؤهلاته الماديه عاجزه، ايش يولي يعمل؟ نحب هكذا ونحب هكذا، فينالمون هو عاجز. هو ما تمليش حتى بحاجه صحيحه. هو ما جاش حتى كان ما قريتش راني نخدم، هو ما جاش كان قريت نكمل قرايتي، هو ما جاش باش ننصح البلاد هذه بالخدمه. احنا مشكلتنا نمشوا للفراغ. نلوجوا في رواحنا في فراغ. احنا حشنا الفراغ هذاك تمليه الام. انا كأم من منطلقي هنا كأم عشت حياتي في الخدمه مع اولادي مريضه خذيت الخمس سنين نتاعي مكنتني منهم الدوله وقعدت معاهم نرجع السومين الجاي ان شاء الله. تجربتي بين الام في الدار والام خارج الدار لا علاقه. صدقني راهو ذنب شبابنا راهو في رقابينا احنا كوالدين وفي رقاب الدوله. اذا ما تحركتش الام من منطلقها والدوله لمصلحه هك الشاب اللي لقى عليك انت السؤال هذا نحبها كذا ولبس عليها وحيده ابوها وتقول ايه في كل شيء. نو حبيبي انت لو تعطيها الدنيا كل شيء ماكش باش تلقيه هذا. ما تطلقوش قول لهم السؤال هذا شبابنا فارغ مسيكن يلوج في سؤال. السؤال هذا ما عندوش جواب قول له جواب تخدم على روحك وتقرا على روحك ومن بعد لوج عليها سنديريلا تلقاها في كل بلاصه. قبل ما احنا نطرحوا السؤال نشوفوا ساعه شنو هو نوع المجتمع وتركيبه المجتمع وثقافه المجتمع. من خلال ثقافه المجتمع نجموا نطرحوا الاسئله هذه. اليوم للاسف المجتمع هذا اليوم صار فيه انفتاح قوي برشا كبير ما غير ضوابط. وهذا علاش تو نشوفوا ان خلال توازني في المجتمع ينجر عليها الاسئله اللي قاعدين نقالوا نطرحوا فيها اجوبه واحد كل. وهي في الحقيقه نرجع الاصل المبدا الحياه واختيار الزوجه واحد كل عندها مبادئ عامه اللي تتماشى فيها. ما دام هالمبادئ هذيا فقدناهم
طبيعي باش تقع الاشياء مبهمه بالطريقه هذه اللي كنت تسني فيها لسه سؤال على اختيار الزوجه وهات وهات وهات. انا في اعتقادي لازم نرجعوا للاصل. الاصل هو نرجع لتقاليدنا وعاداتنا واخلاقنا وقيمنا وديننا، هو اللي باش ينهض بالمجتمع هذا، دون ذلك ما ينجمش ينهض. احنا خاطر ناخذوا في تقاليد مش بتاعنا احنا ومش من بيتنا ومش مجتمعنا احنا، والمجتمع مش مهيئ للشيء هذا. هذاك علاش اعاده هيكله حتى المجتمع من ناحيه اجتماعيا وواحد كل هذا كله مفهوم، لكن شنو في كلمه انت الشاب اللي فركس على المواصفات هذه شنو نقولوا عليه؟ والله شنو نقولوا انا، الشباب هذوما للاسف يعني في ظرف كيما هذايا ولا يعيش في عالم افتراضي. عالم افتراضي يعني تفرض عليه بالقوه، الا من الناس الا من رحم ربك، الا ما فما وعي فما تأثير المجتمع واحد كل ومصارحة الشباب ومصارحة الواحد. هذه تدخل في التربية الثقافية في عدة مجالات بتاع الحياة المجتمع اللي باش يتكون الأجيال الجديدة. بعض الشباب في تونس اليوم يفركس على بنية تعرف ثلاثة كلمات، حاضر ومن عيني وأوكي ويحبها غنية ويحبها وحيدة أبوها. زعما موجودة المرأة هذه؟ بطبيعة موجودة. بعد انه الشباب سامحني عادي يقرأ معناه يوصل للباك ويقرأ 3 سنين بعد الباك ويقرأ حتى 6 سنين بعد الباك، وبعد كده يتخرج يقرأ خدمته 300 و400 دينار يخدم عليهم 8 و9 سوايع و10 سوايع في النهار وما يقيدولوش حتى ساعة زايدة، بالعكس يخدم سوايع زايدة ونهار تليخو نهار كونجي نحيهم له مكان نهار الكونجي هذاك، خاصة نبدا جيم زيك يتخرج تلقاه سامحني حياته كاملة مضحي يقرأ نهار كامل من الصباح لليل ومعدي حياته كاملة. نحكي على العباد اللي تقرا، مش نحكي على العباد اللي مضيعة قرايتها، نحكي على العباد اللي تقرا، العباد اللي تقرا مضحية ونهار كامل تقرا ويتخرجوا بمويانات باين. أنا واحد من الناس متخرج ب 14 مويان، يعني قاري في زيترات عم جيني سيفيل، فهمني؟ بعد هيك تتخرج تلقى شهرية 400 و500 دينار و300 دينار ويتم والخدمة اللي باش يخدمك يطمع في 200 سي في بي هذيك، على شنو معناها ناوي؟ بين معناها الفلوس هذوك مش كيفاش ناوي باش تعمل بهم عائلة؟ ناوي باش تعرس بهم؟ ناوي باش تبني بهم دار؟ لكن هذا سبب يخليك تفركس على واحدة غنية وعاقلة؟ لا ما فركسش أنا على واحدة غنية، أنا بحاول لي نبني مستقبلي بيدي، ما عنديش علاش فركس على واحدة غنية. نحكوا على اللي فركس على الغنية وعاقلة وحيدة أبوها. فما اللي برشا داخلين على طمع، يحب على واحدة وحيدة أبوها، يحب على طمع، يحب على الفلوس. خويا يحبوا على اللقمة الباردة، نحن خويا رجال نخدموا على رواحنا. ما تكيدناش المرأة وحيدة أبوها ولا عندها فلوس ولا حاجة. اللي فركس على بنية هكا شنية نيتو زعما؟ نيتو طمع، لا حب لا حد شيء، ناوي على طمع. وعلاقة هكا كتستمر؟ إذا كان هو حاجته بفلوس يقعد معاها لين يقضي قضيته، نهار يقضي قضيته، نهار يقضي قضيته سيء. قليلة هذه الحكاية ماهيش موجودة. توا المرأة لازم هي تتصرف كل شيء. ريسك هي تشاركوا في كل شيء. ما رجال معناها ما تعرفش كل واحد كيفاش. انا واحد الناس عايش بالطريقه القديمه، يعني ما جدد صعيبه شويه الحقيقه. باهي والشاب اللي فركس على المواصفات هذه في الطفله علاش معمل زعما؟ معمل على شكون يخدم عليه؟ معمل على شكون يخدم عليه باش هو يقعد يرتاح ويتفرهد. مش صحيح الحكايه، مش صحيح. عليه مش صحيح. مش صحيح، ماشي طريقه معناها باش لازم يعيشوا بها ويعانوا بها اسره. يزم كل واحد الأكثرية تتاح للرجل، أكثرية لازم الشاب يزم يخدم على روحه ويعمل على روحه، ومش يعمل على امرأة وخاطر بوها لابس عليه ولا حكاية برا معناها ما ينجموش يكملوا مع بعضهم. هذه نصورها تتقص العلاقة هذه. والطفلة بالمواصفات هذه تنجم تاخذ واحد زوالي؟ تنجم كيفوت هترا، تنجم كي تفوت توصل 30 ما فوق تنجم تاخذ واحد زوالي، تولي ترجع تاخذ واحد زوالي وتكون واحدة يكبر مخها وتنجم تتأقلم معه. لا مستحيل مستحيل، حتى في الشرق ما تصورش. لا بشر هي باش تغشش باش تتنرفز باش تعمل ردة فعل خير أبوه، مستحيل. حتى نتصور حتى في الجنة يمكن موجودة يمكن لا. والشباب اللي اختار المواصفات هذه شنو نقولوا عليه زعما؟ كلمة بالفرنساوية إيتوبيك معناته توباوي برشا، معناته إنسان ما يخممش في الواقع، ماهوش عقلاني، إنسان ماهوش ما يخممش بالمنطق، بلاش عقل يخمم. حاجات هذه خيالية، ثم حاجات خيالية وثم حاجات واقعية. معناته مسألة هذه خاطر بشر هو عنده انفعالات عنده أحاسيس
مرة فرحان مرة يضحك كيما راجل المرأة. كيما نقولوا المرأة تبدا غنية وعاقلة وتسمع الكلام وحيدة بوها، والراجل زوالي تنجم تنجح العلاقة وتستمر؟ صعيب شوية، صعيب شوية خاطر خلفيات الراجل غنية والمرأة غنية. بالنسبة للوضعية هذه المرأة غنية ما تصورش، العقلية التونسية ديما المرأة تبدا غنية هو يعني باش توجد بطريقة غير مباشرة عقدة بيناتهم. الراجل في مخه ديما في اللاوعي نتاعو اللي هي غنيه ولا بس عليها، وهي في مخها اللي هي يعني شريته بفلوسها وكالعقليه التونسيه ذيك، ما تصورش تنجح. اما ديما نتصور الاخلاق والتربيه هي الاصله، الناس تكون فيها الدين تنجح، علاقه تكون مبنيه على الزوز يخافوا ربي تنجح تصور.